الاعتصام نتاعنا يوم 5 ماي 2017 داخل مقر معتمدية منزل بوزيان. كنا عملنا إضراب جو داخل مقر معتمدية منزل بوزيان دي مدة 20 يوم. بعد ما فكينا الإضراب بالاتفاق مع الاتحاد المحلي بمنزل بوزيان، انتظرنا ما لقينا حتى حل. يا أخي قررنا يوم 19 جويليا اللي أول مرة في تاريخ تونس نساء منزل بوزيان تخرج سيرا على أقدام في اتجاه القصبة للمطالبة بالتشغيل. بعد تبنى الاتحاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الملف نتاع نور الدين الطبوبي، كذلك تبنت الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان الملف نتاعنا، الا انه خلال 4 شهور ما صار حتى شيء، ما قدمتش الملف نتاعنا حتى خطوه. لذلك قررنا نحن نهار 30 جانفي كخطوه تصعيديه مختلفه ولاول مره تصير في تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل اللي نساء تخرج تعمل اضراب جوع في بطحة محمد علي. اسمعني حاول ايش اخي تعاون. دخلت في الاضراب الجوع لانه هذيك مازال عندي، انا عملت كل شيء انا واصحابي، مازال عندي الجسد فقط. جينا لهنا باسم الجوع، جينا باسم الفقر، ما عندهمش حلول للفقر، ما عندهمش حلول. منزل بوزيال 60 سنة وهي تعاني، ما عندهمش حلول. لحراير بوزيال اللي عامل اضراب جوع عندها 10 أيام هي في البرد. منزل بوزيال عانت الامرين وقدمت برشة تضحيات، قدمت محمد العماري، قدمت شوقي حيدري. بوزيال اللي حرت تونس من المستعمر، كانت أول رصاصة ضد المستعمر خرجت منه، ورغم ذلك اليوم نساه تعاني المعاناة هذه، بالرغم اللي مش ساهل اللي نساه بمنزل بوزيان. يعني احنا بنات عروش، معناتها مش ساهل انها تتحدى وتخرج باش طالب حقها وترقد في الشارع كيف انها كتية وقدام اتحاد حشاد، قدام احبك يا شعب. عنا 10 أيام على نفس الحال. حتى باش تخمم في مشروع في بوزيان ما فيها حتى شيء. البنية تحتية فيها بلدية وبوسطة ومعتمدية، معناتها حتى باش تحل تفكر تحل بروجي ما فمش، ما تنجحش، تنجحش في البروجي، معناتها شنو الحل؟ ومعناتها من 2012 بريسك كل عام نعدي زوز كونكوريت، نعدي الكري وننجح في الكري ونوصل للورال، ما ننجحش، مش مرة مش اثنين، معناتها تجي 4 مرات نوصل للورال ونطيح، نطيح، معناتها تو ما فما حتى حل، معناتها برسالة باش نوصلها للحكومة مش مسلمين راه. أنا مش نضعاف ورانا مش ننسيسو فيهم، زاد راهو حق مشروع باش نفكوه منها. ننتصر أو لا ننتصر، المهم مسكتناش في البلاد هذي، مسكتناش في البلاد هذي، مسكتناش وماناش خايفين حتى من حد، حتى من حد.